الفجر تقريبا الساعة 5 ما لقينا إلا جوال برن اخلوا الدار معاكم بس 5 دقايق تطلعوا وتبلغوا الجيران. طب هم 5 دقايق لمين بدهم يكفوا؟ الأطفال الصغار نصحيهم ولا الكبار يشوفوا كبدهم من وين يروحوا في نهي ندفع؟ والله قعدنا نطلع في هالشارع نجري إلا هو إيش نسين الولد بصف أول مع الخوف نفكره بيجري معانا وين فلان هيك الله الهمنا إلا هم أبوه كمان واحد رجعوا يجيبوا الطفل لقوا بعيط على باب الدار والحمد لله يعني الله حن علينا مش عارفين من هو شارع نمرق نجري من غير وعي. إلي فترة طويلة أنا بجهز فيها وعلى أساس إنه بعد العيد بإذن الله يعني ربنا يتمم فرحها وإن شاء الله الله يجيب اللي فيه الخير مش عارفة يعني الله يعوضنا عوض خير بنقوله بس. كنا مجهزين حالنا يعني أسبوع زمان 10 أيام وعلى أساس إنه يعني فيش صلاة لقيتها في كورونا وما كورونا قلنا خلاص بعد العيد مباشرة بناخد الأواعي بناخد البنت بناخد ذهبها بناخد حالنا وبيجوا أهل الخطيبة وبياخدوها وبنستقبلهم زي عادة الناس بيستقبلوهم. اليوم راح نستقبل الناس فوق الأطلال، إحنا الناس اللي بتيجي تاخد بنتنا بدنا نستقبلهم فوق الأطلال. إحنا يعني حرام علينا إحنا نفرح. أنا كان يعني خاطري أسأل إذا كان نقبل نسأل نسمع عن حقوق الإنسان حقوق المرأة وحقوق الطفل، وين هم دول الجماعة اللي بتغنوا في هذا الموضوع؟